السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وريفيو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة CHR 2021 أو الفيس ليفت الجديدة من CHR. العربية لسه نازلة امبارح بالليل، النهاردة الصبح مشكورة تويوتا ايجيبت يعني أتاحوا لينا الفرصة إن احنا نعمل لها تيست درايف أو تجربة قيادة سريعة كده للعربية، نعرف من خلالها البرفورمانس الجديد بتاعها أخباره إيه، وفي نفس الوقت نتعرف على كل التجديدات اللي حصلت في الفيس ليفت سواء تجديدات داخلية أو خارجية. النهاردة هنتعرف على CHR 2021، خليكم معانا. من اهم التغييرات اللي حصلت في CHR 2021 او الفيس ليفت اللي قدامنا هو عدد الفئات. في الموديل اللي قبل ده كانت العربية بتنزل بفئتين، لكن في الموديل اللي معانا النهاردة العربية بتنزل بفئة واحدة اللي قدامنا دلوقتي، وسعرها 445,000 جنيه. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه الفئتين بتوع الموديل اللي فات تم دمجهم في الاوبشنز بتاعتهم، وبقت في فئة واحدة الموجودة معانا بالاضافة لأوبشنز زيادة موجودة فيها. وخلينا نبتدي كده مثلا بمقدمة العربية، هنلاحظ شكل الفوانيس الأمامية اختلف تماما، منظومة الإضاءة بالكامل كمان اختلفت جوه الفوانيس، بقت فول LED بالكامل. هنا عندنا الإضاءة النهارية أو الرمش الموجود هنا بيديني إضاءة نهارية مع العدسة الأساسية بتاعة الإضاءة الرئيسية وثلاث عدسات كمان مساعدين في الإضاءة. هنلاحظ كمان الفوج لايت بقى بيجي موجود هنا، وبيجي طبعا الإضاءة بتاعته LED مع شكل مختلف ومميز كمان للإكسدام بشكل عام. هنلاحظ فتحات التهوية، طبعا دي كانت حاجه معروفه عن CHR انه الصدر بتاع الكبوت هنا مفيش فيه فتحات تهويه، فتحات التهويه في الاسفل. الجديد بقى ان شكل الفتحات كمان شكلها اتغير، واخده حاجه اسمها الدايموند شيب اللي بتعتمده او الديزاين اللي بتعتمده تويوتا في العربيه CHR بشكل كامل، هنتعرف عليه طبعا واحنا ماشيين واحده واحده في العربيه. فهنلاحظ عندنا كمان فتحات التهويه الموجوده هنا اسفل الشبكه الاماميه او اسفل الجزء الامامي، وهنلاحظ كمان الديفيوزر الامامي اللي بيجي بنفس لون العربيه مع التصفيح بتاع الموتور من اسفل. طيب ده كده مقدمه العربيه، تعالوا نتعرف على جنب العربيه اخباره ايه وايه التغييرات اللي حصلت فيه. جنب العربيه اكتر مكان ظاهر فيه اللغه التصميميه اللي اعتمدتها تويوتا في CHR اللي سمتها الدايموند شيب او شكل الجوهره. فنلاحظ الخطوط التصميميه او تحديدا خطوط الكتف الموجوده عندنا اكتر من خط كتف، وكلها بتلتقي بشكل معين هنا في المقدمه، وكمان في ظهر العربيه بتلتقي بشكل معين بيديني ديزاين الدايموند شيب المميز جدا في CHR. هنلاحظ خط الكتف الرئيسي الموجود هنا، وبعد كده الخطوط بتيجي من تحت لفوق وبتطلع بكيرف بشكل ظريف. هنلاحظ حتى تصميم الرفارف الاماميه والخلفيه كمان واخده شكل كيرف او شكل البومبي شويه مع بروز ومنحنيات، مديه منظر مختلف جدا للعربيه. حتى القايم الرئيسي سواء القايم من قدام او من ورا نازل كده على شكل الكوبيه، حتى ده اختصار حرف السي الموجود في العربيه CHR. حرف السي الموجود هو اختصار لكلمه كوبيه في العربيه، فشكل العربيه من بره يديك احساس ان هي يعني كوبيه رياضيه بشكل ما، لكن من جوه تحس ان هي عائليه جدا، هنتكلم عليها لما ندخل جوه. طيب اهم المميزات الموجوده في جنب العربيه، اول حاجه الجنط. الجنط 17 بوصه طبعا بيجي شكله مختلف عن الموديل اللي فات. سالت ليه يا جماعه الجنط 17 بوصه، ليه مش 18، ليه مش 19؟ يعني انتوا عارفين بحب اسال اسئله كده اللي انتوا بتسالوها طبعا. فكانت الاجابه انه تويوتا بتعمل اختبارات كل 6 شهور للطريق واختبارات للبنزين بتاعنا، وبناء عليه بتدي ريكومنديشن انه افضل جنط بيمشي معانا في الطرق بتاعتنا ايه. وطبعا انا بتكلم على تويوتا اليابان، بيجي وفد من اليابان بيجي هو اللي بيعمل التيست ده بشكل دوري زي ما قلت لكم كل 6 شهور. فكان افضل اختيار للجنوط هو الجنط 17 بوصه مقاسه 215/60، وده اللي بتعتمده تويوتا في معظم عربياتها باستثناء الفورشنر اللي بتيجي الجنط بتاعها اكبر بيجي 18 او 19 بوصه، لانه حجم الكاوتش بيبقى ضخم طبعا مع حجم العربيه. لكن ما عدا ذلك التويوتا كرولا CHR اي عربيه اليارس هيجي الجنط بتاعها 17 بوصه زي ما احنا شايفين. طيب ده شكل الجنط. هنلاحظ طبعا الاقواس، اقواس العجل الموجوده بتيجي من البلاستيك. هنلاحظ حتى كمان العتب بتاع الابواب بيجي من البلاستيك المط مع لون اسود وبارز لبره كده، بيدي منظر كمان رياضي للعربيه. المرايات الجانبيه بتيجي بنفس لون السقف، بيجي باللون الاسود، وطبعا ده اوبشن كان موجود في الفئه الثانيه في الموديل اللي فات، دلوقتي بقى هو
فئة واحدة زي ما اتفقنا، وبتنزل بسقف اسود ما عدا اللون بتاع العربية الاسود، بيجي السقف باللون الرصاصي، لكن غير كده كل الالوان بتاعت العربية بتيجي باللون الاسود السقف بتاعها. وعندنا كمان ثلاث الوان، اللون البرتقاني اللي احنا شايفينه ده، وعندنا اللون الاحمر كمان، وفي لون كمان لون رصاصي كده ظريف. دي ثلاث الوان جديده مضافه لموديلات 2021. المرايات بتيجي باللون الاسود، قابله للضبط والتعديل اوتوماتيكيا وكهربائيا من جوه العربيه، وفيها سخانات وبتقفل وتفتح مع فتح وقفل العربيه. الازاز الجانبي بيجي فاميه، الازاز الخلفي كمان بيجي فاميه، مع المقبض طبعا بتاع الباب المميز جدا للسي اتش ار اللي بيجي مرتفع عن الوضع الطبيعي بتاعه. وطبعا بيجي بلونين، عندنا جزء بيجي بلون السقف اللون الاسود، والجزء اللي تحت كمان بيجي بلون العربيه، فده منظر طبعا مختلف ومميز للسي اتش ار. تعالوا بقى نتكلم على ظهر العربية ونشوف بقى ايه التغييرات اللي حصلت فيه. ظهر العربية كمان شاف شوية تغييرات لطيفة كده، سواء في الشكل او في المضمون، وهنبتدي بالمضمون الحقيقة لانه مهم جدا نتكلم عليه. منظومة الاضاءة الخلفية بالكامل اختلفت، سواء كان في ادائها او في شكلها. الشكل اختلف، بقى في سبويلر زيادة موجود هنا، ده ما كانش موجود في الموديل اللي فات، فمدي منظر كمان مختلف للفوانيس الخلفية. الفوانيس الخلفية منظومة الاضاءة فيها بقت LED بالكامل. كمان كان عندنا السيكوينشال اللايتنج او الاضاءة الراقصة او الاشارات الراقصة اللي بتيجي جوه الفانوس دي، كانت موجودة في الموديل اللي فات في الفوانيس الامامية، لكن دلوقتي بقت اتلغت من الفوانيس الامامية وبقت موجودة في الفوانيس الخلفية. اشارات راقصة او دايناميك بلينكر موجودة جوه الفوانيس الخلفية. هنلاحظ كمان هنا عندنا الفوج لايت مع اشارات الريفرس او الرجوع للخلف، برضو موجودة اسفل الديفيوزر، مع طبعا الاكسدام الخلفي اللي بيجي لونين، لون العربية مع اللون الاسود المط، مع الديفيوزر كمان الخلفي اللي بيجي بنفس لون الاكسدام الاسود المط. هنلاحظ هنا كمان عواكس اضاءة مع حليات من البلاستيك الاسود. برضه من الحاجات المميزه والجديده زي ما قلت، غير السبويلر الموجود هنا، كمان عندنا سبويلر فوق موجود هنا، وطبعا مثبت عليه الاشارات بتاعه الفرامل اللي بتشتغل ال اي دي بالمناسبه، وعندنا فيها فتحات، ثلاث فتحات كبار جدا موجودين في السبويلر علشان يدوا ايروديناميك على السرعات العاليه، ممتاز جدا للعربيه. الازاز الخلفي بيجي فاميه مع المساحات الخلفيه، مع الشارك فان الموجوده هنا او الانتنا زعنفه القرش. من الحاجات الجديده في الفيس ليفت 2021 الكاميرا الخلفيه، طبعا ده ما كانش موجود في الموديل اللي فات، دلوقتي بقت موجوده ومتوصله بشاشه موجوده جوه برده موديل جديد، او في موديل موجوده في الموديل الجديد، طبعا هنتكلم عليها لما ندخل جوه. لكن بشكل عام عندنا في الظهر موجود الكاميرا الخلفيه، وده هيدخلنا على الشنطة بتفتح بشكل عادي، مش اوتوماتيكي ولا كهربائي، هو فيها اتنين مساعدين موجودين هنا بيساعدوا على رفع الشنطة، وعندنا مقبض هنا. كان عندي تعليق يعني على موضوع المقبض ده، ان المقبض بيجي كده عشان تيجي تفتحه او تنزل العربية، لازم الشنطة لازم تنزلها بالشكل ده، يعني المفروض الاسهل بيبقى كده، لكن هو معمول بالعكس، فطبعا ممكن الناس تتضايق منه شوية. لكن بشكل عام دي كده مساحة الشنطة. في شوية تغييرات حصلت في مساحة الشنطة في موديل 2021. المساحة العادية كده بالوضع اللي احنا شايفينه ده 377 لتر، 377 لتر. ممكن علشان ازودها بروح عامل كده اهو، بشيل الجزء ده بيتشال الشكل ده، فبيزود مساحة الشنطة معايا علشان توصل ل 434 لتر. طبعا 443 لتر، عفوا 443 لتر. طيب لو فتحت الكنب الخلفي من هنا بيزود كمان مساحة الشنطة، بتوصل معايا ل 900 وشوية لتر، ولو زودتها لفوق كمان او حملت لفوق بتوصل ل 1000 وشوية لتر. ففي مساحات متعددة للشنطة، بتبدأ زي ما قلت من 377 لتر، بعد كده 443 لتر لو شلت الجزء ده، وبعد كده بتوصل ل 900 وشوية، ولو عبيتها لفوق او حملتها لفوق كمان بتوصل ل 1000 وشوية لتر. فطبعا دي كلها مساحات مختلفة لشنطة السي اتش ار. وزي ما قلت لكم مشكلة المقبض الوحيدة هو انه بيبقى بالشكل ده، يمكن تضايق ناس كتير. طيب تعالوا ندخل بقى في الكونسول الامامي والكنبة الخلفية، ونتكلم بقى على المقصورة الداخلية لـ سي اتش ار 2021. وصلنا للكنبة الخلفية لـ سي اتش ار. طبعا لاحظتوا اول حاجة دماغي خبطت وانا داخل، فدي اول ملحوظة. طيب تاني ملحوظة عندنا هو الكنبة الخلفية منخفضة للارض شوية، اقرب للارض، وده بيدي احساس بالثبات الى حد ما، ومش حاجة وحشة خالص، لان انا حاسس ان انا مرتاح. كمان الديزاين بتاع الكنبة مدي ثبات وانت قاعد، فما تحسش ان انت ملخلخ في القعدة بتاعتك، ودي حاجة ظريفة. بالاضافة طبعا الماتيريال المستخدم في العربية بالكامل، سواء الكراسي الامامية او الكنبة الخلفية، من الجلد، والجلد بتاعته الماتيريال بتاعته ممتازه جدا، في فتحات تهويه كمان من هنا كده جوه الظهر،
علشان تديك تهوية. من الحاجات برضو اللطيفة في العربية انه مفيش نفق فتيس، او نفق فتيس يعني كام سنتي كده صغير، فبيدي مساحة للشخص اللي يركب في المنتصف هنا انه هو يقعد مرتاح. مفيش فتحات تكييف خلفية، مفيش فتحات يو اس بي، مفيش فتحة 12 فولت خلفية، ودي من الحاجات اللي يعني ممكن تضايق الناس. طيب ايه تاني؟ ما عندناش مسند ايد خلفي في العربية، لكن تعويضا عن مسند الايد الخلفي اللي مش موجود هنا، حاطين الكاب هولدر الموجودة فيه في الابواب. هنلاحظ الابواب فيها اتنين كاب هولدر، سواء الباب هنا اليمين او الشمال اتنين كاب هولدر. هنلاحظ مساحات تخزين برضو موجودة هنا صغيرة الى حد ما جنب مقبض الايد، لكن مفيش مساحات تخزين في الابواب من تحت. كمية البلاستيك المستخدمة هنا بشكل كبير يعني واضحة، ومخلية مساحات الزجاجية قليلة، مساحات الزجاجية وراء حجمها صغير. ممكن لو حد عنده مشكلة مع الأماكن الضيقة ممكن يحس بالخنقة شوية، لكن بشكل عام هو الإزاز حجمه صغير. مساحات الأرجل، أنا ضابط الكرسي بتاع السائق على وضعية القيادة بتاعتي. مساحات الأرجل بشكل عام لطيفة جدا، أنا عندي مثلا حوالي 4 صوابع موجودين، ده كويس جدا. ارتفاع الكرسي كمان كويس قوي، مش مضايقني في حاجة، لكن مقارنة ببقية المنافسين هي تعتبر من المساحات الأصغر مقارنة بالمنافسين. في عندنا كمان مساحة تخزين هنا موجودة في ظهر الكرسي بتاع السائق، ومشكلة كرسي السائق ان هو حجمه كبير شوية، واخد ديزاين رياضي، فانت اللي قاعد قدام كده تحس ان هو يعني ايه في وشه ده مقفول كده، عشان يبص لازم يعمل كده علشان يتفرج على العالم اللي حواليه، لان الازاز طبعا زي ما قلت لكم كمان الازاز الجانبي بيجي صغير. لكن مساحات الراس كبيره برغم الكيرف المتاخد هنا، لانه برده مساحه الراس واسعه ومديه براح جوه المقصوره الخلفيه بشكل عام. ونلاحظ كمان ان السقف زي ما اتكلمت او هنتكلم لما نطلع قدام على الديزاين بتاع الدايموند شيب الموجود في السقف، فدي برده من الحاجات اللطيفه في الديزاين. زي ما قلت لكم مساحات الارجل والمساحات بشكل عام متوسطه، ما هياش ضيقه قوي وما هياش برده الوسع اللي انتم متخيلينه، لكن بشكل عام ثلاثة يقعدوا مستريحين جدا في الكنبة الخلفية نتيجة انه مفيش نفق فتيس او نفق فتيس منخفض بشكل كبير، ودي حاجة من ضمن المميزات الموجودة. تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم اكتر على الديزاين بقى بتاع الكونسول الامامي، ونتكلم على عامل السلامة والامان والانفوتيمنت سيستم، يلا بينا. طيب وصلنا للكونسول الامامي لـ CHR2021 الفيس ليفت، وهنتكلم عنه واحنا بنتحرك. هنتكلم عن عامل السلامه والامان، هنتكلم عن الانفوتيمنت سيستم، هنتكلم كمان على الموتور واداء الموتور، لان في ناس كتير اتكلمت عنه، وطبعا دي كانت اول فرصه لتجربه قياده CHR وفرتها لنا تويوتا ايجيبت، مشكوره. العربيه لسه نازله امبارح والنهارده احنا بنجربها، فدي حاجه كانت لطيفه جدا منهم، مشكورهم جدا عليها. طيب نبتدي بجزئيه الموتور عشان ناس كتير سالت عليه. الموتور 4 سلندر 1200 سي سي تربو، متوصل بناء الحركه اوتوماتيكي سي في تي من تويوتا، طبعا غني عن التعريف. من المعلومات اللطيفه اللي عرفتها عن الفتيس ان هو بيتغير له زيت كل فتره، وطبعا تقريبا نقدر نقول ان تويوتا هي البراند الوحيد اللي بتغير زيت الفتيس السي في تي تحديدا. طبعا هو بيحاكي في ادائه 7 سرعات، ودي برده حاجه لطيفه. طيب المنظومه دي كلها كده كماتور وفتيس بتطلع قد ايه؟ بتطلع 185 نيوتن متر عزم، بيظهر عند 1500 لفه، ودي حاجه هتوضح معانا جدا في تجربه التسارع وتجربه الاداء بتاع العربيه، بتبقى واضحه جدا على المود بتاعك. طيب ده بالنسبه للعزم. بالنسبه للاحصنه او عدد الاحصنه 113 حصان، وطبعا ده برده رقم ناس كتير هتشوفه قليل، لكن على حجم العربيه مع التسارع مع الطرق بتاعتنا، ودي نقطه مهمه جدا عايز اقول لكم انه الاداء العربيه تقريبا يعني نقدر نقول عليه جيد جدا الحقيقه. والعربيه طبعا فيها 3 درايف مود، عندنا الايكو والسبورت والنورمال اللي هو الطبيعي. الحاجات اللطيفه برضو اللي لاحظتها في العربيه ان انت لو ظبط العربيه على نظام الايكو، هي طبعا موفره البنزين جدا، وبتبقى عامله زي البطه البلدي زي ما احنا بنقول كده، بجد بتبقى العربيه هاديه، ومهما حاولت تتسارع العربيه بتبقى ماسكه نفسها ومكلبشه في الطريق، والدواسه بتبقى يعني ايه تقيله معاك علشان ما تزودش في السرعه. فلما بتبدا انت من نفسك عايز تاكسلريت بشكل معين، هي اوتوماتيك العربيه بتفصل الايكو وبتنقلك على النورمال درايف مود علشان تتسارع انت بقى براحتك، وكذلك الفتيس بيستجيب معاك بشكل ذكي جدا. ودي لقطه كانت حلوه جدا في التسارع، لما جيت عملت التسارع كذا مره بلاحظها بشكل واضح. تسارع العربيه من 0 ل 100 بشكل اساسي وعن تجربه كان حوالي 13 ثانيه 13 وكسر، وده رقم برضو يعتبر ظريف، مش رقم وحش يعني. لو جينا نتكلم على الانفوتيمنت سيستم بقى سريعا كده،
من قدامنا كده هنلاحظ من الحاجات الجديده اللي نزلت في العربيه في الفيس ليفت 2021، الشاشه اللي قدامنا دي طبعا بتدعم اندرويد اوتو وابل كار بلاي، وانا مشغل عليه الابل كار بلاي زي ما انتم شايفين دلوقتي. السنسيتيفيتي بتاعتها لطيفه جدا، ممكن يكون الريزوليوشن مش احسن حاجه لكن الريزوليوشن برده مقبول جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، عندنا شاشه متصله طبعا، عندنا عفوا كاميرا خلفيه متصله بالشاشه هنا، وطبعا دي كانت حاجه جديده برده من ضمن الحاجات الجديده. طيب السوفت ماتيريال المستخدم بشكل لطيف، هنا في هنا جلد مع السوفت ماتيريال في التابلو بشكل لطيف، مع طبعا الدايموند ديزاين المستخدم في العربيه كمان في الانتيريور بشكل واضح، اتكلمنا عليه من بره وكمان هتلاقوه واضح جدا جوه. نلاحظ هنا كمان في السقف في اشكال الدايموند ديزاين او دايموند شيب، واضح كمان في شكل الزراير بتاعه التكييف، التكييف بيجي الدول زون، في كمان تكنولوجي النانو اللي هو بيفلتر الهواء، بيخلي الهواء نقي جوه العربيه بشكل اوتوماتيكي، مش بيتحكم في اي حاجه، بيجي دول زون زي ما اتفقنا. بالاضافه طبعا لسخانات في الكراسي الاماميه الموجوده، سواء كرسي سائق او كرسي راكب الامامي. كرسي السائق بالمناسبه بيجي طبعا بالكامل التعديل بتاعه كهربائيا. كرسي الراكب الامامي كان الاول في النسخه اللي فاتت كان ثابت، دلوقتي بقى ممكن اتحكم في كذا اتجاه ليه، سواء ارتفاع او قدام او ورا او الظهر او كل حاجه ممكن اتحكم فيها يدويا، دي برده من اللقطات الظريفه. المرايه الخلفيه اللي هنا بتيجي اوتو دامينج، دي برضو حاجة لطيفة في العربية. المرايات الجانبية اتكلمنا عليها واحنا بنتكلم في جنب العربية ان هي قابلة للتسخين وطي كمان اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربية، وممكن تعديلها كهربائية من جوه العربية من هنا، مفيش اي مشكلة. الازاز بتاع الابواب كله، الاربع ابواب او الاربع ازاز، بيطلع وينزل من تكة واحدة، دي برضو من الحاجات الظريفة. عندنا كمان هنا في الكونسول مساحات تخزين لطيفة، عندنا هنا كاب هولدر، عندنا كمان ورا كمان في كاب هولدر، يعني في اتنين كاب هولدر واحد قدام واحد ورا، فتحة USB مع مكان تخزين صغير هنا ممكن تحط فيه الرخصة، الفتيس مع في وراه البي بتاعت البريك اللي بقفل منه الفتيس لو انا عايز امشي، الهاند بريك كمان هنا، وعندنا الهولد الاوتو هولد، وعندنا التراكشن كنترول او الاي اس سي لو عايز طبعا مانع الانطلاق. وده ياخدنا طبعا لعوامل السلامة والامان الموجوده في العربيه. عوامل السلامة والامان تويوتا اهتمت بيها بشكل كبير جدا، عندنا 7 اير باج موجودين في العربيه، 2 امامي و2 جانبي و2 ستائري وواحده للركبه، عندنا انظمه فرامل مختلفه وانظمه مساعده للقياده مختلفه، عندنا تراكشن كنترول، عندنا الهيل اسيست او مساعده العربيه في الصعود المرتفعات، عندنا الاي اس سي او الثبات الالكتروني للعربيه، فرامل الايد الكهرباء زي ما اتفقنا. ففي طبعا مجموعه كبيره من انظمه الفرامل وانظمه مساعده القياده. شاشه العدادات بتيجي انالوج عاديه، سواء مؤشر العدادات او مؤشر الار بي ام، لكن في النص في عندنا شاشه 4.8 او 4.4 بوصه حاجه زي كده، بيظهر عليها كل المعلومات الخاصه بالعربيه، سواء درايف مود، عن سواء البنزين اللي فاضل، كمبيوتر رحلات، فيها كل ما يتعلق طبعا درجه الحراره جوه العربيه، درجه الحراره بره العربيه، ففيها مجموعه معلومات لطيفه جدا. مؤشر السرعه هنا طبعا زي ما قلت بيجي انالوج، في تحت منه مؤشر البنزين، ومؤشر الار بي ام انالوج برده، بيجي تحت منه مؤشر درجه الحراره. الطاره او عجله القياده بتيجي 3 بوكس ظريفه، شكلها ظريف، من ضمن الحاجات اللطيفه فيها هو الزراير المالتي فانكشن، الكليك بتاعتها لطيفه مش وحشه، يعني اقدر اقول عليها متوسطه. عندنا كمان فتح وقفل، وطبعا فتح وقفل التليفون ونظام بلوتوث سيستم في العربيه. الكروس كنترول موجود هنا، ليه دراع لوحده مش موجود على التركسيون، بيبقى ليه دراع لوحده هنا اسفل عجله القياده وشكله لطيف. وطبعا هنا وحده التحكم في نظام الشاشه الموجوده عندي هنا اللي هي 4.8 بوصه، وعندي الناحيه الثانيه هنا الزراير الخاصه بالتحكم في الانفوتينمنت سيستم بتاع العربيه. طيب الماتيريال المستخدم زي ما قلت، هنا سوفت ماتيريال ظريف، وهنا الجلد. العربية فيها ساوند سيستم محترم جدا، التكييف ثلاجة الحقيقة، وطبعا ده شيء معروف عن تويوتا بشكل عام او العربيات الياباني بشكل عام كمان، ان التكييف بتاعها بيبقى مميز جدا. تعالوا كده نعمل تجربة تسارع كده سريعة ونشوف، انا همسك الموبايل اهوت نشوف العربية ممكن تجيب معانا كام. اسمحوا لي بقى ايه، ادخل على المود بتاع مانوال، نقدر العربية تعدي. اوكي يلا 3 2 1. دقيقة
25 سنة 11 سوري 11 ثانية 25 جزء من الثانية. طبعا رقم ألطف من الرقم اللي قبله، احنا كنا اتكلمنا قبل كده انه انا جبتها في 13 ثانية، دلوقتي 11 ثانية 25 جزء من الثانية، وده رقم لطيف جدا اهو يعني يبان معاكم على الكاميرا. فتسارع العربية، علشان ناس كتير مقلقة من موضوع تسارع العربية وأداء العربية، 4 سلندر 1200 سي سي تربو 113 حصان، فكده العربية بطة؟ لا العربية مش بطة، والديزاين بتاعها كمان بيساعد لأنه فيها ايروديناميك في العربية هنا رائع جدا صراحة، فأدائها لطيف جدا. بس ده كده مينلي مجموعة حاجات جوه العربية، الكونسول الأمامي مع عوامل السلامة والأمان والإنفوتينمنت سيستم. بكده نكون وصلنا لنهاية الريفيو بتاعنا لتويوتا سي اتش ار 2021 الفيس ليفت الجديدة. بشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم في ريفيو جديد وفيديو جديد. مع السلامة.